بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 31/8/21 تم تحميل عدد 14 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتسليمها إلى المحافظات الآتية: الغربية 4 طن، السيوط 4 طن، سوهاج 4 طن، جنوب سيناء 2 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة مديري المديريات لتوزيعها، والله الموفق وكل عام وأنتم بخير. أنا السائق السيد إبراهيم، يوم الثلاثاء 31/8 محمل 3 طن الغربي.